إنها المفتاح الأعظم لكنوز الأرض، كما أنها المفتاح لكنوز الجنة. ولكن ليس كل واحد يحسن الفتح بهذا المفتاح، ولو أن طلاب الكنوز وقفوا على سر هذه السورة وتحققوا بمعانيها وركبوا لهذا المفتاح أسناناً وأحسنوا الفتح به لوصلوا إلى تناول الكنوز من غير معاوق ولا ممانع. ولذا يقول هذا الكلام لم نقله مجازفة ولا استعارة، بل حقيقة، ولكن لله تعالى حكمة بالغة في إخفاء هذا السر عن نفوس أكثر العالمين، كما له حكمة بالغة في إخفاء كنوز الأرض عنهم. والكنوز المحجوبة قد استخدم عليها أرواح خبيثة شيطانية تحول بين الإنس وبينها، ولا تقهرها إلا أرواح علوية شريفة غالبة لها بحالها الإيماني، معها منه أسلحة لا تقاوم لها الشياطين. وأكثر نفوس الناس ليست بهذه المثابة، فلا يقاوم تلك الأرواح ولا يقهرها ولا ينال من سلبها شيئا، فإن من قتل قتيلا فله سلبه. الفاتحة يا إخوان عظيمة، لكن ينبغي للإنسان أن يتدبر ويفهم معانيها. افهم معانيها، إذا قلت الحمد لله رب العالمين تثني على الله بكماله، بكماله وكمال صفاته سبحانه وتعالى، ثم تقول إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا حصر، تحصر العبادة كلها لله والاستعانة لله عز وجل. وهذه أيضا من أعمال الحصر، إياك نعبد وإياك نستعين من أعمال الحصر. كما أيضا في الأحاديث، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا لرسول الله لمن النصيحة، قالوا لمن النصيحة، قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الدين النصيحة، الدين ما معنى النصيحة؟ يعني الإخلاص، الإخلاص. الدين النصيحة، فالدين النصيحة. علماء البلاغة يقولون إذا كان المبتدأ والخبر معرفة فإنه يفيد الحصر، مثل إياك نعبد وإياك نستعين، فإذا كان المبتدأ معرفة والخبر معرفة يفيد الحصر. الدين النصيحة. ولذا ينبغي لنا يا إخوان أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن نستعين بأحد إلا به، لا تستعين بأحد إلا به، والعبادة تكون له سبحانه وتعالى. ثم أيضا ربنا سبحانه وتعالى قسم الناس ثلاث أقسام في الفاتحة: قسم أنعم الله عليهم بالهداية للإسلام، وقسم مغضوب عليهم، وقسم ضالين. فربنا أرشدك إلى أن تكون من الذين أنعم الله عليهم، تطلب من الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وأنت تعرف الذين أنعم الله عليهم، النبيين، الصديقين، الشهداء، الصالحين. ولذا يقول الله وحسن أولئك رفيقا. ثم تقول جنبنا طريق المغضوب عليهم. من هم المغضوب عليهم؟ اليهود ومن شابههم. اليهود عندهم علم لم يعملوا به، والذين عندهم علم ولم يعملوا به يشابهون اليهود. كثير من الناس عندهم علم، يعرفون أن هذا حرام، أن هذا لا يجوز، ويعملونه، نسأل الله العافية. ما هي الفائدة في هذا العلم؟ وأيضا القسم الثالث الضالين، الذين يعبدون الله على جهل وضلال. فأنت في هذه الفاتحة لا بد أن تعلم أنه يجب عليك أن تتعلم العلم الشرعي وتعمل، لا بد من علم وعمل، ما يكفي عمل بدون علم، ولا يكفي علم بدون عمل،
فلا بد أن يكون علم وعمل على بصيره.